بنعرف انه هلا دارجين الالوان اللي كثير هيك شتويه او الوان غامقه، فطبعا اللي بيطغى اول شيء اللي هي لام الحمراء the red lipsticks بكل الشيدز، حتى بكل الانواع، يعني ان كانوا مات ان كانوا شير ان كانوا كريم. من الالوان الثانيه كمان اللي بتدرج هي الالوان مثلا البنفسجيه، بعرف شوي جريء بس كمان بيدرج بموسم الشتاء، وعم نشوف كمان البني الغامق. حلو هيدا البراون شيد.